البر مش نشدوا تاع البحر. لا انت تتصور روحك جميله مثلا تويكا خارجه في الليل هكا وتدقز وتعزم و... انا والله مره ما خارجه من البحر تعمل هكا 20,000 لسقط في الساكن. سبحان الله والله العزيز هذاك مسكين هذا اللي تحت له من الشارط ولا لا هذاك ملك البحر يرشي فيك 20,000 يرشي فيك سبعه هو يحسبها حاجه كبيره ما تعرف ما نسرى ما يحسوا ما يعرفوش يحسبوا الفلوس انا نفكر يعني تلمو عندهم برشا فلوس عندهم ليه والا ما سي الحبيب مثلا سي الحبيب رئيس الحبيب بورقيبه يقولوا ان ما كانش معناه ما كانش فلوس عنده علاقه بالفلوس برشا يقولوا ما كانش معناه تظن كيما يقولوا 100 دينار برشا فلوس اكيد خاطر ما يصرفش هي ما يصرفش معناه قعدت بالطريقه هذه لانه يعني يصرف على حساب القصر فوالا على حساب ليه فما شكون يصرف له فما كل شيء يجيب اليوم برك قريت حاجه على زعيم بورقيبه انه كانت عنده دار في جيت مرناك فأشار أنه أنها تتباع والمقابل نتاعها أودعوه في البنك التونسي بعد ما تنحم الرئيسة لا وقت هو رئيس وقت هو رئيس وقت هو رئيس ونفس الشيء أيضا ملك السعودية وقتها لما سمع أنه بورقيبة ما عندوش دار أعطاه سك قالوا محلاه كلمة السك والله بالحق عطاه شيك وما حبش يقبل الشيك ما تقول الناس ربي قديش المبلغ اللي في الشيك ما تقول الناس ولكن في الاخر ايضا اعطاه للصرف للبنك تبرع به تبرع به كيما تبرع برزق رزقهم رزق ال بورقيبه اللي في المستير وكل شيء حتى متاع اخوته ولاد اخوته اعطاه قال ما تذكر جميله على الدينار فما صوره لامراه اي ذكرها؟ اي اي هذيك ممثلة راهي اي ممثلة في فرقة مدينة تونس في فرقة مدينة تونس فرقة مدينة تونس ما زالت موجودة وكانت شكوني؟ ومرة في استقبال بورقيبة لا 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 مش عزيزة أنيسة لطفي أنيسة لطفي أنيسة لطفي يحكيوا والله أعلم الحكاية صحيحة ولا أنه بورقيبة يستقبل في الفرقة البلدية كان ديما يستقبل المسرح في القصر لما جات هي قدامه وسلمت عليه حبت تعرف روحها أكثر قالت له سيد الرئيس أنا تصويرتي في الدينار وجابت معها دينار خذ الدينار قعد يثبت وحط الدينار في مكتوب لا لا لا